ونبدأ نشاطنا الرياضية من بطولة الأمم الإفريقية للشباب واللي حقق منتخب السنغال فيها الفوز على منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الأمم الإفريقية. ومن بطولة أفريقيا للشباب هنروح لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا واللي تعادل فيها فريق الزمالك مع سان داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عن حزنه بعد تعادل فريقه مع سان داونز في دوري أبطال أفريقيا، وقال مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: حزين جدا على نتيجة مباراة سان داونز، أهدرنا فرص كتيرة وتأخرنا في النتيجة، وقدرنا بقوة الشخصية العودة والتقدم، ولكن تلقينا هدف بدون أي داعي. فريق الترجي التونسي حقق الفوز على فريق نادي الزمالك بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد حماد العقربي في رادس في الجولة الثالثة من دوري المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ومن ناحية تانية شدد البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميد على أهمية مواجهة إسكوكارا التوجولي لأنها المباراة اللي هتحدد شكل المجموعة. أكد باتشيكو ضرورة تحقيق الفوز في مباريات القاهرة من أجل التقدم في المجموعة في ظل المنافسة القوية على بطاقة التأهل مع فيوتشر والجيش الملكي المغربي. ونروح لمباريات أو الدوريات الأوروبية ونبدأ بمباريات الدوري الإنجليزي. حقق فريق أرسنال الفوز على فريق لستر سيتي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة 25 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان حقق فريق مانشستر سيتي فوز كبير على بورنموث بنتيجة 4-1 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وكمان حسم التعادل السلبي أحداث مباراة كريستال بالاس وليفربول خلال المباراة اللي اتلعبت امبارح ضمن مباريات الجولة 25 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الدوري الألماني حقق فريق فولسبورغ الألماني المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش الفوز على كولن بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت امبارح ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري الألماني بوندسليغا. وشارك مرموش في المباراة مع فولسبورغ في بداية الشوط الثاني بعد دخوله كبديل. حقق فريق إسبانيول فوز مستحق على فريق ريال مايوركا بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي جمعت الفرقتين امبارح في انطلاق الجولة 23 من بطولة الدوري الأسباني لاليغا. التعادل الإيجابي 1-1 حسب مواجهة فريق ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية مدريد إلى التغلب أو اللي اتلعب على ملعب سانتياغو برنابو ضمن مباريات الجولة 23 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز. وحقق فريق نابولي الفوز على إمبولي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023. خلصت نشاطنا الرياضية وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع مصطفى وبسنت.